كشفت بعض المصادر المصرفية عن احتمال إعادة مصرف سوريا المركزي تجربة المزادات العالمية لبيع الدولار، لكن بشكل سري وفق المصدر. هذه التجربة التي نفذها في أواخر العام 2011 ما زال يحصد نتائجها السلبية على سعر الصرف حتى الآن. وتأتي هذه الخطوة بسبب التآكل المتواصل لقيمة الليرة مقابل العملات الأجنبية نظراً للأزمة التي تمر بها سوريا. لكن لماذا يقوم مصرف سوريا المركزي بمثل هذه الخطوة؟ هو يهدف من خلالها إلى إعادة الثقة ولو جزئياً بالليرة السورية، إضافة إلى وقف نزيف تآكل قيمتها مقابل العملات الأجنبية. إلا أن هذين الهدفين مصيرهما الفشل بحسب المحللين. السبب الأول هو استمرار الاضطرابات في سوريا ودخولها في نفق مظلم لا يبدو أن انفراجه قريب. أما السبب الثاني فهو استمرار العقوبات المفروضة على سوريا، وبالتالي لن يتمكن المصرف المركزي من تعويض هذه العملات. إلا أن مراقبين اعتبروا أنه مع وصول سعر صرف الدولار إلى 90 ليرة فإن الحديث عن مثل هذه الخطوات لا يتعدى إطار الشائعات، وذلك لتهدئة سعر الصرف وإهام المواطنين بامتلاك مصرف سوريا المركزي لاحتياطي من العملة الأجنبية، وأنه قادر على بيعه لشركات الصرافة فيما زادت. كما يستشهد المحللون بقرار الحكومة السورية نهاية نوفمبر الفائت وقف بيع الدولار في البنوك الرسمية لعموم المواطنين، معتبرة أنهم ساهموا في رفع سعر الدولار عبر إدخاله في المضاربات. رولا الخطيب، العربية.